منتج فيلم سوق الجمعة انتهى من التجهيزات الخاصة بالعمل ودخل مرحلة تصحيح الألوان، ويتم طرح الإعلان التشويقي للفيلم استعدادا لمشاركته في موسم عيد الأضحى السينمائي. طرحت الجهة المنتجة للفيلم البوستر الرسمي والنهائي للفيلم الملحمة الشعبية سوق الجمعة، واللي بيضم أكتر من 15 نجم ونجمة بالإضافة لظهور ضيوف شرف زي الفنان محمود الجندي. بيضم البوستر النهائي أبطال العمل الرئيسيين وهم عمرو عبد الجليل وصبري فواز ودلال عبد العزيز وريهام عبد الغفور ومحمد لطفي وأحمد فتحي ونسرين أمين وصهر الصايغ، ومن قصة محمد الطحاوي سيناريو وحوار أحمد عادل ومن إخراج سامح عبد العزيز.